حتى الان بيجي لي مرضى طالبين ان انا اديهم الحقنه اللي بتخليهم يجيبوا جنين ذكر. حتى الان الناس بييجوا يطلبوا ايه انواع الاكل يا دكتور، وايه انواع وقت الجماع، وايه انواع وايه انواع، وايه الطريقه بتاعت ان انا اجيب جنين ذكر. الجزئيه التانيه ديت الاكل ووقت الجماع والحاجات دي، احنا يمكن عملنا حلقه مخصوص فيها، وقلنا يعني لما بلورنا الحلقه كده في النهايه قلنا ان الاشياء دي اشياء جزء فيها ليه علاقه بالعلم وليها تفسير علمي، وهي بتزود بس نسب حدوث الحمل بذكر وليست بتؤكد حدوث الحمل بذكر. يعني بتزود النسب في اطار محدود قوي، وان الموضوع ما هوش اكيد ان الست لو اتبعت هذه الاساليب انها تجيب ذكر. ده الجزئيه الثانيه. الجزئيه الاولانيه حكايه الحقن دي، الموضوع اتقلب. يعني بدل ما الناس فاهمه الكلام اللي انا كنت بقوله وبهاجم الناس اللي بيقولوا في حقن بتعمل جنين ذكر والحقن بتتاخد وتمنها كذا، كنت بقول ان الاطباء اللي بيعملوا كده دول اطباء بينصبوا على المرضى. الناس بقى يجوا يطلبوا الحقنه مني، شيء غريب جدا. يعني الواحد مش عارف يفهم الناس ازاي، او ان الناس بيوصل بيهم الحاجه والعوزه اللي ان هو عايز يتعلق في قشه، حتى ولو كانت القشه دي سراب، حتى لو كانت القشه دي نصب، يعني حتى لو كانت القشه دي مفهوم خطا، ويمكن يكون قاعد واتفرج على الحلقه وفهم الكلام اللي انا بقوله، وبالرغم من كده طب ما اخد الحقنه اللي بيقول عليها الدكتور ديت اللي بيقول عليها النصابين، لا يمكن يكون مش نصابين ولا حاجه، يعني لا يمكن يكون الحقنه دي بجد بتعمل كده. مفيش اصلا حقنه بتعمل كده، مش موجود حقنه بتخلي الجنين ذكر. الطريقه الوحيده عشان الجنين يبقى ذكر في الطريقه العلميه ان احنا بنعمل حقن مجهري زي ما شرحنا قبل كده، وناخد الاجنه الذكور وننقلها للسيده. اي حاجه تانية دي حاجات مش صحيحه، مفيش حقنه بتخلي الجنين ذكر.